رجعنا لكم مع فيديوهات التنظيف الصينية. لاحظوا كيف كتير عليها دهون، حطيت عليها شوية مواد ونظفتها. صراحة رجعوا كان نظافة جداً. هون عنا الفلتر، هذا حطيت عليه شوية كربونات وصارت تنظف فيه، رجع جديد صراحة مبدعة. وهذا البيت شكله معفن، له 50 سنة بس، أو محروق شكل البيت، كله دهون وشحوم صراحة. عن جد ممكن تقعد ساعات وهي تنظف الفيديو هون دقيقة، بس هي ساعات وهي تنظف. وأنا بالمشحاف صارت تنظف لأنه الوضع كثير سيء، وتنظف تنظف وصراحة برجع معها نظيف كثير جديد. وأنا هاي المروحة يعني صراحة مش عارف إيش هي كانين يعملوا فيها، يعني كثير ما هي هالقد وسخة. والحيط يا الله كثير سيء، مش عارف كيف كانوا عايشين. هلا هون عنا الغاز. ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بقناة ألباستر داي عشان فيديوهات جديدة.